قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. أها، ها هي المزرعة التي سنمضي بها الساعات الثلاثة المقبلة. لقد اقتربنا. حمدا لله على سلامتكم يا أبنائي. أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا في رحلة اليوم. والآن هل اتفقتم على ما تريدون فعله؟ المنظر هنا جميل. أقترح أن نقيم مسابقة ثقافية في الهواء الطلق. وأنا أرى المكان واسعا، وأقترح أن نقيم مباراة قوية في كرة القدم. حسناً، خالد، ناصر، بدر، فواز وسامي، أنتم التلاميذ المسؤولون عن تقرير النشاط الذي سيتم في الرحلة، وسأترككم سوياً لتتشاوروا وتقرروا. فلنتشاور سوياً ونرى ما الذي سنتفق عليه. أنا أوافق على رأي ناصر، المسابقة الثقافية فكرة جيدة. وأنا أيضاً أوافق على فكرة المسابقة الثقافية. لا فائدة مما نفعله، ولن أنتظر مشورتكم المضيعة للوقت. سأجمع عدداً من التلاميذ ونبدأ اللعب وحدنا. هيا يا أولاد، كل مجموعة سأوجه لها سؤالا، تتشاورون ثم تختارون تلميذا منكم ليجيب. فكروا جيدا وتشاوروا قبل الإجابة. ستكون منافسة صعبة ولكنها ممتعة. ترى أين سامي؟ ما الأمر يا سامي؟ لماذا أنت هنا وحيدا؟ لقد تشاور أصدقائي واتفقوا على إقامة مسابقة ثقافية وليس كرة القدم. آها، إذن أصبحت وحيداً لأنك خرجت عن شور أصدقائك. يبدو أنني أخطأت عندما صممت على لعب الكرة، لا أجد أحداً يشاركني. التشاور بين الأصدقاء هو أمر مهم خصوصاً في مثل هذه الرحلات. انظر، لقد أصبحت وحيداً لأنك خرجت عن شورهم. هذا درس بسيط لك، ويبدو أنك فهمته جيداً، لكن لا عليك، يمكنك الآن العودة لأصدقائك ومشاركتهم المسابقة.